Salam alaikum, asdiqa et talaba. Exercice numéro 1, série numéro 4. Écrire les formes limites les plus courantes des composés suivants en précisant le caractère plus i moins i plus m moins m des groupements rencontrés. Donc le groupement 1. Donc H de C. دونك باش نكونوا منهجيين في الخدمه ديالنا لي ليزون سامبل نديروهم بالزرق ولي ليزون دوبل نديروهم بالاحمر. دونك هذه سيتين ليزون سيغما وهذه سيتين ليزون بي. ديجا في واحد الفيديو تحدثنا على الفرق بين لا ليزون بي الى ليزون سيغما. دونك سي او اش. علاش كنديرو لي ليزون بي بالاحمر؟ جوستومون باش نبينو باش نفهمو الانتقال ديالهم كيفاش كيتحولوا. دونك بور بريسيزي لي فورم ليميت بور ايكريغ لي فورم ليميت لا بروميير ايتاب خاصنا نتاكدو واش عندنا اون كونجيغيزون. سي كوا لا كونجيغيزون؟ سي تادير تتابع ديال لي زيليكترون بي سيغما. Donc ici nous avons pi, sigma et pi. D'accord? Donc pi, sigma et pi. واحد la conjugaison اللي déjà هضرنا عليها في واحد الفيديو بالعنوان ديالو سميتو système les différents systèmes conjugués. Donc il s'agit d'une conjugaison pi, sigma, pi. دابا بقينا نعرفوا le sens de déplacement des électrons pi. واش فيغ لا دغوات او بيان فيغ لا غوش. شكون اللي غادي يعطينا لو سونس دو ديبلاسمون؟ هو ما يسمى بالالكترونيجاتيفيتي. سي كوا الالكترونيجاتيفيتي؟ هي لا توندونس دان اتوم ا اتيغي لي زيلكترون فيغ لوي. هي القدره ديال واحد الذره على جذب الالكترونات. دونك باش نعرفوا لو سونس دو ديبلاسمون دي زيلكترون غنقارنو خاصنا نكومباريو بين الالكترونيجاتيفيتي ديال هذا الكربون مع هذا الاكسجين. شكون هو ليليمون لو بلوز الكترونيجاتيف؟ سي الاكسجين. كي درنا عرفناه سي دابري لو طابلو بيريوديك. دونك في الطابلو بيريوديك كنلقاو ليبيب كنوفن الاكسجين بلوز الكترونيجاتيف كو لازوت بلوز الكترونيجاتيف كو لو كربون. اي دونك le déplacement des électrons pi sera vers la droite, c'est-à-dire vers l'oxygène. Donc, faites le hala. باش نعرفوا واش دونور ولا اتراكتور. دونك هنا فين كيوقع المشكل بالنسبه للطلبه. واحد كيجي كيقرا هاملس راه كيقول لك اسيدي هذا دونور. كتقول له علاش؟ كيقول لك لان الكربون عطى الاكسجين. كيجي واحد اخر كيقول له لا راه اتراكتور. كيقول له علاش؟ لان الاكسجين خدا. دونك شكون اللي غادي يفصل بين هاد جوج ديال الاحتمالات؟ دونك ديما كنشوفوا لا شين كاربوني كنشوفوا العنصر اللي هو غريب على لا شين كاربوني ما يسمى بلو غروبمون. هنا عندنا ان غروبمون او ديفيرون دو لا شين كاربوني. اش كيدير هاد لو غروبمون لا شين كاربوني؟ كياخذ منها لي زيليكترون وبالتالي سي ان افي moins M attracteur moins M ou toujours l'attracteur qu'est-ce qu'on a de moins LH à la valine chauffe. Donc nous dirons les formes limites on bino l'intégral de la liaison vers l'oxygène ou même sauch en l'oxygène en deux jours de les doublés électroniques. Donc le déplacement sera vers la droite, c'est-à-dire vers l'élément le plus électronégatif. Donc c'est un j'ai oublié un hydrogène. Donc CH C O l'oxygène qui s'assume électron. Donc il y a déjà un endo l'électron je dis de bonne sbelle ou hada ou un H. دونك الاكسجين اكتسب الكترون. هذا ما يفسر انه غادي يضطر فيه واحد لا شارج
نيجاتيف. علاش نيجاتيف وماشي بوزيتيف؟ لان الالكترون شارجي نيجاتيفمون، دونك هو عنده الكترون زايد وبالتالي هنا موان. الكربون كان نوتر فقد الكترون وبالتالي غادي تولي عنده ان شارج بوزيتيف. وكنا ديجا هضرنا جاوبنا على هذا السؤال، علاش في الشيمي العنصر الكيميائي اللي كيفقد كيتشارجا بلوس واللي كيكتسب كيتشارجا موان. حنايا اللي فقد فينا كيتشارجا موان واللي اكتسب كيتشارجا بلوس، ولكن في الشيمي كيوقع لانفيرس. علاش؟ لان التبادلات في الشيمي، حنا عندنا تبادلات ديال الفلوس، في الشيمي كاينه تبادلات ديال الالكترونات، والالكترونات عندهم شحن سالبه، وبالتالي الذره الى اكتسبت شحنه الكترون، يعني اكتسبت شحنه سالبه، ما يفسر غادي تظهر فيها واحد الشحنه سالبه، باغ كونتخ الى فقدات غتبان فيها شحنه موجبه. داكوغ. دونك من بعد شنو غادي يوقع؟ هذا الكربون هذا فقد، يعني خصو يعوض داك الخساره ديالو. وفي لاشيمي لا شارج بلوس عندها واحد لا سينيفيكاسيون تري امبورطونت اللي كتسمى لا بوفروتي الكترونيك او بيان لا ديفيسيونس الكترونيك، الفقر الالكتروني. دونك الكربون ملي يرفع الرايه ديال بلوس بحال كيقول جو سوي بوفر اون الكترون، ما عنديش الالكترونات، خصكم تعطيوني لي زيلكترون. دونك منين غادي ياخذهم؟ غادي ياخذهم من لو كربون فوازان، وبالتالي هاد الباندا كامله غادي تنتقل وتطيح لنا في هاد الجهه. داكور. اذا شنو غادي نلقاو في لو ديرني فورم ليميت؟ ولا لاحظتوا لي فورم ليميت كنديروهم واحد السهم افيك دوبل تيت. علاش؟ لانه بحال واحد لا رياكسيون ريفيرسيبل، ممكن نمشي من هنا لهنا وممكن نعاود نرجع للور، وبالتالي اش دو سي اش وقع لهذا الكربون هذا فقد، دونك غادي تشارجا بلوس سي اش، هذا كان فاقد وعاود اكتسب، دونك غادي يولي نوتر اي الاكسجين سوغا توجور موان. دونك اش هنايا، دونك il s'agit d'un effet électronique attracteur moins M. علاش موان M؟ لان الاكسجين عنده شارج نيجاتيف. داكوغ. دونك توجور كنشوفو ليفي اكزيرسي باغ لو غروبمون. الا كان كيعطي لاشين كربوني كيتسمى دونور، الا كان كياخذ منها كيتسمى اتراكتور. داكوغ. دونك لاتراكتور بما انه كيكتسب الكترونات دونك كيولي مشحون موان، دونور كيفقد دونك كيولي مشحون بلوس، وبالتالي دونور كنديرو له توجور الرمز ديالو بلوس. في الحاله ديال الكيستيون ان عندنا الاكسجين اكتسب دونك سي موان ام. داكوغ. دونك هذا بالنسبه للاول. بالنسبه للسؤال الثاني، سي اش 2 دونك كندير اش 2 سي باش نبين ان راه الكربون هو اللي ليا افيك لو كربون ماشي الهيدروجين. دونك هنايا عندنا سي دوبلومون ليي او سي اش 3 toujours كان بريسيزي لي دوبلي الكترونيك. الاكسجين عنده جوج ديال لي دوبلي. فوالا. دونك شنو غادي يوقع في هذه الحاله؟ في هذه الحاله ما غاديش نقارنوا الالكترونيكاتيفيتي. علاش؟ الالكترونيكاتيفيتي كنقارنوها سولمون الا كان الكربون دوبلومون ليا افيك الاكسجين او بيان ان افي انديكتيف. باغ كونتخ هنايا عندنا ان اوتر سيستيم. دونك قلنا في نوتر في البرومي كا في الكيستيون ان كان عندنا واحد السيستيم دو تيب بي سيغما بي. باغ كونتخ هنايا عندنا ان سيستيم دو تيب هنا غادي تدخلوا لي زيلكترون ان سيغما اي بي. دونك il s'agit d'un système n sigma et pi. و toujours في لو كا دان سيستيم ان بي سيغما، هاد الباندا اللي كاينه الفوق بحال قلتو كتخضع لقانون الجاذبيه وكطيح بحال هاد لا ليزون سيغما اللي كاينه لتحت
كتطبق عليها واحد لا فورس داتراكسيون. اوترومون دي كنقولوا ان هذا الاكسجين عنده جوج ديال لي دوبلي وعنده ان سي اش 3 اللي كي اكزيرسي عليه افي دونور وهذا كي اكزيرسي دونك كيولي بلو ريش اون الكترون دونك غادي يتصدق داكور دونك الغني يتصدق والفقير احيانا كيشفر داكور ماشي ديما ماشي كل الفقراء دونك بحال علاش هنا ياخذ وهنا يعطى هنا ياخذ لانه pauvre en électron ما عندوش شي اليمون دونور كيعطيه دونك خلي ياخذ هذه الباندا كامله بار كونتر هنايا عنده جوج ديال لي دوبلي تري ريش اون الكترون دونك لي انستابل دونك كيحاول يتستابيليزا بار افي اتراكتور وبالتالي هاد اللعيبه هادي ها هاد ان اللي كتعني نون ليونت غادي طيح في هاد الجهه الكربون شحال غيولي مكون من ليزون الا طاحت في هاد الجهه دونك غتولي عنده واحد جوج ديال الهيدروجين ثلاثة وهاد سيجما أربعة وهادي اللي تزادت هي خمسة الشيء اللي كيفسر أنه غادي هذا غادي يخوي ليه طريق وبالتالي لو دوزيام فورم ليميت ديالنا سوغا اش دو سي اون شارج موان دونك الكربون اكتسب غيتشارجا بانسيني موان CH O CH3 l'oxygène فقد غيتشارجا بانسيني بلس داكور متفاهمين دونك بقى لنا دابا نحددوا واش بلس ام ولا موان ام اش دار الاكسجين لاشين كربوني عطاها داكور عطاها لي زيليكترون وبانت فيه شحنة موجبة دونك سي ان افي دونور بلس ام لا شارج دو لوكسيجين في لا فورم فينال هي بلس دونك سي ان افي بلس ام مفهوم هذه القضية دونك خلاصة ديال انطلاقا من هاد جوج لي زيكزامبل غنحاولوا نستنتجوا quelques remarques شنو الفرق بين الدونور ولا تراكتور داكوغ دونك غادي نديرو واحد لا كونكلوزيون اللي استنتجناها من هاد جوج ديال لي زيكزامبل شنو تعلمناه منهم باش ما نعاودوش نوقعو في الاخطاء في لي زيكزامبل اللي جايين دونك نديرو واحد لا كونكلوزيون او بيان سو كيل فو روتونير دونك كونكلوزيون شنو استنتجنا من هذا الشيء ان بي سيستم بي سيغما بي كيكون فيه افي اتراكتور داكوغ و الافي اتراكتور كيكون ديبلاسمون ديالو فقط بسهم واحد هادشي علاش درنا هنايا فقط سهم واحد داكوغ بالنسبة للسيستيم ان سيغما بي كيكون فيه افي دونور و ليفي دونور يكون فيه الانتقال بسهمين افيك ان ديبلاسمون افيك دوبل فلاش علاش في لاتراكتور كيكون عندنا سهم واحد وعلاش في الطونور كيكون عندنا جوج الاسهم الجواب جد بسيط وهو انه هنايا الكربون على الكربون غنتخيلوه بحال البلاصه اللورانيه في الطاكسيات القدام ماشي جداد دونك البلاصه اللورانيه في الطاكسيات غون تاكسي القديم شحال كتهز اربعه ديال البلايص داكوغ دونك الى نقصات غيولي الكربون مكون ثلاثه ما يفسر ان البلاصه اللورانيه في الطاكسي قد تهز أربعة أو أقل ممكن تهز حتى ثلاثة ديال البلايص داكوغ باغ كونتخ هنايا في ليفي دونوغ شنو وقع لينا الكربون كان مكون شحال من رابطة دونك واحد جوج ثلاثة أربعة فاش تزادت ليه الرابطة الخامسة ما يمكنش يهز خمسة ديال البلايص سي تادير ما يمكنش يكون خمسة ديال لي ليزون دونك إلا تزاد واحد من هاد الباب ضروري خص يخرج واحد من الباب اللوراني
داكوغ. دونك التاكسي امتى يقدر يهز خمسة ديال البلايص؟ ملي واحد غيدخل من واحد الباب والاخر غيخرج من الباب الوراني. دونك هذا اللي دخل كنديروا له هذا السهم هكا، وهذا اللي خرج كيمشي لديك الجهه هذه. داكوغ. دونك الخلاصه هو ان لاتراكتور كيمثل لينا، كنديروا فيه ديبلاسمون افيك ان سول فلاش. الدونور كنديروا دوبل فلاش. Pourquoi? Tout simplement parce que le carbone est incapable de former 5 liaisons. Il est capable de former 3 liaisons, mais il est incapable de former 5 liaisons. Pour cette raison, nous aurons un déplacement avec deux flèches. D'accord? Donc, nous avons l'exemple 3. Voilà. Donc, l'exemple 3. Toujours. غنستخدموا القاعدة ديال فرق تسد. دونك إلا درنا فرق تسد نحاولوا نفرقوا الكلور ونبريسيزيو لي دوبلي إلكترونيك ديالو. لي زالوجين عندهم 3 ديال لي دوبلي، كي درنا عرفنا بلي راه عندهم 3 ديال لي دوبلي. هادشي الجواب ديالو كاين في لاتوميستيك، ديك لا كونفي 1 S2 2 S2 2 P6. دونك كنسنجو لي زيليكترون سيليباتير و لي دوبلي. دونك هادو لي دوبلي نون ليون، هذا ان إلكترون سيليباتير CH. و توجور نستخدمو الألوان باش تفتح لنا الشهية ديال القراية. دونك نديرو هنايا اون ليزون افيك لو روج CH سي او H. توجور لي ليزون بي افيك لو روج باش ما يتخلطوناش مع لي ليزون سيغما. دونك هنايا شنو هو السيستم اللي عندنا؟ عندنا ان سيستم ان سيغما بي سيغما بي. دونك هنا عندنا جوج ديال الانواع ديال لي سيستم، عندنا ان سيغما بي اللي قريناهم ديجا في لي سيستم كونجوغي، و الا قلبتو في ديك البلاي ليست في ماشين شيمي دو بارطاج غادي تلقاو غادي تلقاوني درت جوج ديال لي فيديوهات خاصين بشرح لي ديفيرون سيستيم كونجوغي. دونك عندنا هنايا جوج ديال الانواع ديال لي سيستيم، عندنا ان سيغما بي وعندنا بي سيغما بي. دونك في هاد الحاله تو سامبلومون نو زورون ان ديبلاسمون فيغ ليليمون لو بلوز الكترونيجاتيف. شكون هو ليليمون لو بلوز الكترونيجاتيف؟ لو كربون او بيان لوكسيجين. بيان سور سي لوكسيجين. دونك il va attirer le doublé électronique. Donc il va exercer un effet les roues donneur attracteur. D'accord? Donc qui attire les électrons la chaîne carbonée. Ou habituellement, puisque c'est attracteur, nous aurons un déplacement avec un seul flèche. Now, nous avons la forme d'IANA. CL, on vient le déplacement des électrons pi vers l'oxygène. CH CO voilà H. Donc l'oxygène qu'on a déjà ajouté les doublés électroniques c'est un doublé électronique. Donc là tu viens de moins le carbone fait, donc là tu viens de plus. D'accord. Donc nous voyons que nous avons une conjugaison. Nous avons le carbone est pauvre en électrons, donc radiarde les électrons de le carbone voisin. Donc il a l'acte بحال واحد السوق اللي دخليه كيتسرق، ملي كيتسرق كيولي يسرق عباد الله. دونك الكربون كان ما عليه ما به، جا الاكسجين سرق له الالكترون ديالو. اش دار الكربون؟ عاود سرق الالكترون ديال الكربون الاخر، وبالتالي غتبان فيه بلوس. دونك لا ثوازيام فورم ليميت CL toujours le chlore avec 3 doublés CH CH liaison CO H. donc toujours l'oxygène c'est un doublé.
دونك غيكون شارجي نيجاتيفمون. هذا شوق عليه مسكين فقد هذا الكربون، هذا فقد الكترون، دونك كتبان فيه اون شارج بوزيتيف. من بعد شكون هو لا كاتريام فورم ليميت؟ لو كلور عنده 3 ديال لي دوبلي كي ريبريزونت لا ريشيس الكترونيك، غادي يعطي عاوتاني الكربون كوم سا. دونك وبالتالي غنلقاو السائل الكلور اش وقع عليه فقد، دونك كتبان فيه بلوس، غتكون عندنا هنا ان دوبل ليزون سي اش سي اش سي او موان اش. داكوغ، مفهوم هاد ليكزومبل، هذا مفهوم هاد ليكزيرسيس حتى الان. دونك الا كان عندكم شي سؤال نيزيتي با دو لي بوزي في ان كومونتير. دونك وبالنسبه للطلبه اللي كيتابعوني اللي خداو الفيديو عن طريق يو اس بي، ممكن يراسلوني على لا باج شيمي دو بارطاج. داكوغ، دونك ما باج شي شيمي سي شيمي دو بارطاج. اون فوا سبوزي لا كيسيون غتلقى لا ريبونس ان شاء الله الا كنا ديسپونيبل. دونك فوالا، دونك فوقاش كنحبس ملي ما كنلقى فين نزيد. دونك هنايا صافي ما بقى ليا فين نزيد، دونك غنعاودو نرجعو عاوتاني بويسك عندنا لا رياكسيون بحال لا رياكسيون ريفرسيبل قابله للعكس، يعني نمشي من ا لبي ومن بي ل ا. دونك غنعاودو نرجعو في لو سونس انفيرس وغنطيحو في لا فورم انيسيال. داكوغ، دونك ندوزو دابا la forme 4. Donc concernant la forme 4 ou là le composé 4, un carbone lié avec deux hydrogènes lié avec un C triplement lié avec un azote. N'oubliez pas que l'azote عندو ان دوبلي الكترونيك. داكوغ، سمحوا لي نسيت ما استعملش الالوان. دونك لي زيلكترون بي افيك لو روج، وما نساوش واحد الالكترون ان فوق لو كربون، سو كي اكسبليك كو لو كربون عندو اون شارج نيجاتيف. هذا كيتسمى في الشيمي اورغانيك دو اس 4 كيتسمى لو كاربانيون. داكوغ، دونك لو كاربانيون عندو ان دوبلي. دونك هاز توجور فاش يكون فاش تكون لا ليزون فوق لاطوم كتسمى ان الي سي تسمو دوز الكترون دو تيب ان نون ليون. هنايا عندنا اون ليزون سيغما وهنايا بي، وبالتالي عندنا ان سيستيم ان سيغما بي. نعاودو نشوفو هنايا، دونك عندنا ان سيغما بي. فوالا، دونك سي ان سيغما بي. دونك في هاد لو كا هذا شنو غادي يوقع؟ لازوت اي بلوز الكترونيكاتيف. نو، دونك لازوت اي بلوز الكترونيكاتيف، ايل فا اتيري سو دوبلي لا. داكوغ، دونك لازوت اي بلوز الكترونيكاتيف، ايل فا اتيري سو دوبلي لا. Puis, donc, il va exercer un effet attracteur qui est la chaîne carbonée. Obitali, CH2 avec un signe moins, c'est doublement lié, l'azote. Voilà, c'est un double électronique. Chez l'équipe sur un arbre, ça va faire une charge نيجاتيف، وهاد خونا هذا غتبان فيه واحد لا شارج بوزيتيف. دونك عندنا المعامل بلس، دونك هذا غادي يعاود ياخذ من الاخر، وهاد اللعيبه غادي تطيح هنايا وغنلقاو لا ثوازيام فورم ليميت اللي هو سي اش 2 سي
double liaison N d'accord donc nous prenons fin zito donc à ce niveau là voilà donc à de la molécule en 3 formes limites donc si nous maintenant le type d'effet électronique la molécule les fêtes donc maintenant le groupement aldéhyde exerce un effet moins M qui est attiré par la chaîne carbonée donc c'est un effet attracteur dans lequel qui connaît le déplacement avec un seul flèche. Ici, le chlore chargé positivement, donc un autre effet qui exerce effet plus M à la chaîne carbonée. Donc un dérôle quotob le mojab flessar ou le quotob salib flimen. Donc d'abord, nous avons le composé numéro 5. Toujours il a quand même comme chez question chez Hachamawat Hach. N'hésitez pas de les poser sur notre page chimie de partage. Donc nous avons la molécule 5. Donc concernant la molécule 5, il s'agit d'une cycle benzylique. Voilà, qui a un benzène à ce niveau-là. Et une fonction COCH3 liée à la fonction cétone. Donc, toujours, باش نسهلوا علينا الخدمة ديال هاد la molécule هادي, باش ما نتلفوش نديروها واقفة. D'accord? نوقفوها. Donc, comme ça. دونك شنو اول ملاحظه كنلاحظوا على البنزين فيه واحد التتابع ديال لي زيكترون بي سيغما بي سيغما بي سيغما دونك سي ان سيستيم كونجيكي دو تيب سيغما بي سيغما شنو لاصق في هذا الكومبوزي هذا لاصق فيه ان كربون الكربون شحال كيكون من ليزون 4 دونك نديرو لي ليزون باش نسهلوا علينا الخدمه وما نتلفوش فوالا Donc, ok, l'oxygène, ok, CH3. D'accord. Donc, d'abord, nous représentons les formes limites. Toujours, la première étape, c'est de déterminer le type de système conjugué. Donc, ici, nous avons un système pi, sigma, pi. On a toujours le système pi sigma pi qui connaît un effet attracteur. D'accord? Donc pi sigma pi qui connaît un effet attracteur. LH, l'oxygène est plus électronégatif. Donc il va attirer les électrons pi vers lui. بالالوان باش كتفتح لنا الشهيه ديال القرايه باش كنفهموا اش كنديروا دونك فوالا سي او اش 3 سي الكربون فقد دونك غادي يرفع الرايه ديال ما عنديش اللي هي بلس جي بوزوان دي زيلكترون الاكسجين اش وقع عليه اكتسب وديجا كانوا عنده جوج ديال لي دوبلي Donc l'oxygène que ça se voilà. Donc ça va faire une charge moins. D'accord. Donc c'est le même principe. L'effet attracteur, c'est un déplacement avec un seul flèche. Voilà. Donc ce carbone est pauvre en électrons. Donc il va attirer les électrons pi du carbone voisin vers lui. Et voilà. Donc, هاد البوينت هادي صبغهم بالحمر.
هادو هاد التويشيات غادي يبداو ينتقلوا. دونك هادي غادي تطلع لهنا. وردوا البال في لي زيفي، راه واحد القضيه كتنسى، غالبا الطلبه كينساو لي شارج، و الا نسيتو لي شارج راه نسيتو كلشي. الا حقاش لي شارج هما اهم حاجه في لي زيفي الكترونيك. علاش هما اهم حاجه؟ الا تبعتوا الفيديو الاول في البلاي ليست غادي تلقاو شنو، غادي تلقاو ان لي شارج كيساعدونا باش نتنبؤوا بلي برودوي داكوغ. دونك في الالكتريسيتي البلوس مع الموان كيشعل الضو، في الشيمي اورغانيك البلوس مع موان فورماسيون دو نوفيل ليزون، وبالتالي فورماسيون دان نوفو برودوي. دونك هذا غادي يكتسب، هذا الكربون هذا غيكتسب كوم سا. دونك او توجور عنده لا شارج نيجاتيف لانه اكتسب دوبل الكترونيك سي اش 3. فوالا هاد خونا هذا شوقع ليه هاد الكربون فقد داكوغ. كان عنده ما تنساوش بلي راه كاين لي هيدروجين في شاك بارتي هنايا. دونك هذا اش وقع ليه فقد، دونك غتبان فيه اون شارج بوزيتيف. Donc nous aurons le déplacement de la charge positive sur la chaîne carbonée. Donc puis alpha qiro ya'khudhu min al-ghani kal'adati likay yash'ura bis-sa'adati. Voilà. Donc عندنا هنايا هاد اللعيبه هادي غادي تطيح هنايا باش تعوض الفقر الالكتروني ديال هاد الكربون هذا. وللتذكير فإن لاشين شيمي دو بارتاج فيها واحد الفيديو درتو بعنوان افي الكترونيك ميزومير فيزيبل الوي نو، حاولت درتو ودوك العيبات باش كينقيو ودنيهم، شريت واحد الباكيه وصاوبت لي ليزون وبديت كنبين الانتقال ديال الالكترونات. دونك اللي بغى يتابعو فهو متوفر بقناه شيمي دو بارتاج. دونك فوالا، دونك هذا ديبلاصا لهاد الجهه، دونك هذا تولي عنده اون شارج بوزيتيف توجور سو كاربون افيك دونك سي او. سي اش 3. دونك من بعد اش يوقع لينا؟ توجور لو ميم principe, le déplacement avec un seul flèche. Donc ce carbone là est pauvre en électrons. D'accord, donc hada adi déplace à fait jiha comme le fait très. Donc on a aussi de l'aïbet, c'est ma l'aide. Donc c'est CH3 O moins. Donc elle est badi. Allez, c'est règle là. Donc obtali. Je n'aurai rien au cas. Nous aurons un déplacement de la charge positive sur la position qui montre que ce carbone est pauvre en électrons. Et puis اش غادي يوقع لينا؟ هاد اللعيبه ديال بي غادي تحاول تساتوري الفقر الالكتروني ديال هاد الكربون، وبالتالي هذا غيدي بلاصه هنا هذا كوم لابيتيد. دونك هذا سي او
كربون اش وقع ليه فقد دونك يتشارج بوزيتيفمون ومن بعد شنو غادي يوقع دونك عندنا موان مع البلوس دونك الموان توجور كتمشي فيغ لو بلوس كار لا شارج بوزيتيف اكزيرس اون فورس داتراكسيون دونك هذا فقير وهذا غني بزاف دونك غادي يرد الأمانة إلى أهلها وبالتالي غادي نطيحو في واحد لافورم اللي هو لافورم إنيسيال كوم سا دونك سي أو لو دوبلي سي أش تخوا دونك فوالا دونك انطلقنا من واحد لافورم إنيسيال وطحنا في واحد لافورم فينال دونك شنو كنلاحظوا هنايا كنلاحظوا لي بوزيسيون دي دوبل لي دي دي زيليكترون بي تشونجاو سو كي اكسبليك علاش البنزين كيرمزوا ليه في هذا الرمز هذا علاش البنزين كيرمزوا ليه بهذا الرمز هذا هذا الرمز كيبين ان لي زيليكترون سون ديلوكاليزي c'est-à-dire qu'est déplaçant le cycle benzélique. D'accord? Donc, had la représentation, c'est équivalent à cette représentation. Donc, on va faire la forme initiale fin canon, quand la liaison sigma pi, on a Fleeman. Donc, Fleeman. وكانت ساعة ثاني هنا واحدة عامرة واحدة خاوية عامرة في خاوية داكوغ دونك وهنايا في لافورم فينال هادشي راه جوستومون باش تفهمو ما كيطلبوش منكم في ليكزام غير باش تفهمو علاش البنزين كنديرو له هاد الدويويرة هادي داكوغ باش نبينو ان لي زيليكترون سون ديلوكاليزي هي العكس ديال لوكاليزي يعني غير ما متموضعينش في شي بلاصة ما عندهمش شي بلاصة اللي هي ثابتة كيتحولوا D'accord. Donc, on chauffe la forme 6. Donc, NH2. دونك هاد اللعيبه عندها واحد السميه بار كونفونسيون اللي ما كتخضعش لي ريغل سيستيماتيك ديال النومنكلاتور دونك هاد لو كومبوزي هذا كيتسمى لانيلين علاش قلت هاد القضيه هادي لانه بارفو في ليكزامان غيحط لك كومباري لا بازيسيتي دو لانيلين دونك خصكم تكونوا عارفين لو نوم ديالو سي ان نوم بار كونفونسيون ما فيهش شي قواعد اللي تبعناها باش نسميوه بحال لي زوتر كومبوزي دونك باش نعرفو لو سونس دو ديبلاسمون دي زيليكترون دون سون كومبوزي لا اول حاجه اللي نبداو بها هي ديتيرميناسيون دو سيستيم دونك ici nous avons دي زيليكترون ان بوي دي زيليكترون سيغما دونك الى مشينا فهاد لو سونس غنلقاو سيغما سيغما با دو سيستيم با دو كونجوغيزون باغ كونتر الى مشينا فيغ لو با غنلقاو دي زيليكترون بي دونك il s'agit d'un système دونك هادشي سولمون في لو بغويون باش كنعرفو كنكونو ميثوديك في الخدمة ديالنا دونك عندنا ان سيغما بي كوم سا دونك وقلنا ان السيستيم ان سيغما بي كي اكزيرسي شنو افي دونور دون لوكيل نو زورون ان ديبلاسمون افيك دو فلاش دونك ايسي اوتوماتيكمون قانون الجاذبية هاد ستيلو هذا الى طلقتو كيطيح دونك تخيلوا معايا ان لازوت فيه هذا الستيلو هذا دونك الى زاد شويه لهنا دونك غادي يطيح هنا شنو غيوقع لينا لهذا الكربون البلاصه اللورانيه ديال الطاكسي ما يمكن ليها تهز خمسه ديال البلايص وبالتالي واحد غادي يمشي دونك هاد اللعيبه الحمراء غادي تجي لهنايا غتجي لهذا الرويس هذا علاش ما جاتش لهنا عرفتوا علاش لان الا جات لهنا غنوقعوا في مشكل ديال الطاكسي عاوتاني البلاصه اللورانيه هزه خمسه ديال البلايص الحاجه اللي ما تمكنش داكوغ دونك هادو سو سون جوستومون
justement des règles pour fixer les idées, pour valider, ou ce que le mot mal l'air d'aller qu'à l'idée. Donc, NH2. Donc, l'azote possède une charge positive. Pourquoi? Les anneaux perdent électrons à tel l'élément. Donc, une charge négative. On dirait la représentation de donc la suite de la chaîne carbonée. Donc, après, je n'aurai dit aucun. Donc, qui fait la Alganio, il y a ça d'accord. Donc, il y a des déplacements à Naya. Donc, elle a toujours le déplacement avec deux flèches. Pourquoi? Car le carbone est incapable de former cinq liaisons. Donc, comme ça, quand on a la cycle, on a le maximum de temps et le maximum d'énergie. Donc, ici, c'est plus. Voilà. Donc, il y a un. D'accord, voilà, comme ça, voilà, l'étape suivante, donc la forme donc c'est pas la peine de donc le carbone incapable de former 5 liaisons. لأن البلوس اللورانية في التاكسي ان كابابل دو بورتي 5 بيرسون. دونك هنا ان اش 2 بلوس دونك هذا. من بعد شنو غادي يوقع لينا؟ يلا نخليكم تفكروا شويه. دونك هاد اللعيبه هادي غتخضع القانون الجاذبيه، غطيح هنا خونا هذا ان كابابل دو فورمي سان، هذا يترجع ديال رد الامانه الى اهلها. دونك لو ديرني فورم ليميت. دونك هكا كوم سا comme ça, comme ça, et donc NH2. Donc il me s'en faut les cas des cycles, mais les cas la forme initiale. Donc on a un seul question, alors les cycles quand ils ont la forme initiale ou les autres composés maintenant la forme initiale, tout simplement les anneaux les chaînes hado quand je suis au milieu me par contre cycle qui adore aller. داكوغ دونك كدور من واحد النقطة وكطيح في النقطة ملاش انطلقتي. داكوغ تو سامبلومون هذا هو الفرق. و حتى هنا غادي نديرو واحد لا غومارك بين لا فورم انيسيال و لا فورم فينال. دونك هنا عندنا لا فورم انيسيال لي زيليكترون، لي زيليكترون بي لاحظوا فين كاينين، هادي كانت هنايا كانت فيغ لو با، فين ولات دابا فيغ لو هو. دونك comparaison entre la forme initiale et la forme finale. Donc, ce que je veux dire, c'est que je vais vous dire. Donc, les faits, je vais préciser le type d'effet électronique, ou attracteur ou la donneur. Donc, nous avons de l'oxygène qui est de la chaîne carbonée. Donc, c'est un effet moins M. Est-ce qu'il y a l'azote de la chaîne carbonée? Donc, c'est un effet plus M. Le NH2 exerce un effet plus M. Donc, on va quand on nous saline l'exercice. Donc, il a là tout exercice. Ou est-ce que je t'ai fait 44 دقيقة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن القراية خصها الوقت وخصها الخاطر وخصك تقرأ بالحب ماشي بالضغط ولا بالخوف. وبالتالي خص الانسان يغتنم من الفتره ديال الصيف والفترات ديال العطل باش يخفف على راسو الخدمه فوقيت القرايه، ماشي حنا نبقاو نقراو حتى نتزيرو. داكوغ دونك هادي كتسمى لا دروغ دو ليرجونس، كيكون ديما الانسان خاضع للمستعجلات.
دونك باش ينقص عليه هاد العجلة وهاد السرعة وهاد الضغط، يحاول يغتنم أوقات الصيف ما فيها باس، سوي عاد المكانة في النهار ولو قاع بالقليل، سوي عاد المكانة في السيمانة، ما غتنقص من حياتك والو. نقرا شوية باش نقص عليا لا شارج. دونك المشكل القراية ماشي مشكل الفهامة، مشكل القراية مشكل دوقت. داكوغ، اسمحوا لي الا شتو الا كثرت عليكم في الهضره، ولاني لاني وقعت في اخطاء ملي كنت نقرا في ليفيستي الراشيديه وما بغيتش خوتي وقعوا فيها. دونك هكا نكونو سالينا ليكزيرسيس الاول، مباشره غادي ندوزو ليكزيرسيس الثاني. دونك ندوزو ليكزيرسيس الثاني. ليكزيرسيس الثاني بحال فيه ابليكاسيون، يعني كنقولوا حنا علاش كيصلحوا هاد لي زيفي الكترونيك، حنا قريناهم من بعد. دونك قال لك كلاسي بار فورس ديكرواسونت لي اسيد سويفونت. دونك عطاونا 3 ديال لي اسيد، دونك نحاولوا نقلوهم هنايا. اكزرسيس 2 دونك نو زافون 3 اسيد. CH3 دونك توجور مبقاو نستعملو القاعدة ديال الفريق تسود و اش نفرقو باش نعرفو اش كنديرو. دونك هذا هو لو بخومي اسيد. علاش تسمى اسيد؟ لان فيه واحد لا فونكسيون اسيد كاربوكسيليك CH2. نفرقو دونك تاع الهيدروجين هذا خصو يتفرق. دونك انا كنصح خوتي قبل ما يخدموا هاد ليكزيرسيس يضربوا واحد الطليله على واحد الفيديو الا كانوا تيليشارجوه من اليوتيوب من لاشين ديالي، واحد الفيديو سميتو انفلونس دو لا دو ليفي ميزومير سور لاسيديتي، انفلونس دو ليفي اندكتيف بلوتو با ميزومير، انفلونس دو ليفي اندكتيف سور لاسيديتي CH2 CO OH. دونك الى لاحظنا هاد لي كومبوزي كلهم فيهم اون فونكسيون CO OH، سو كي مونتر لي بروبريتي اسيد CO OH. دونك قبل ما نجاوب على هاد التمرين نعرف، نحاول ندير واحد البيتي رابيل، سي كوا ان اسيد؟ اسيد حمض. دونك الحمض كنا قريناه في الباك، وكل عنصر كيميائي قادر على تحرير بروتون H بلس. دونك لاسيد بار ديفينيسيون سي ان اسبيس شيميك كابابل دو ليبيري ان بروتون H بلس. دونك جو في اسايي دو دوني ان بوتي اكزومبل، ان بوتي اكزومبل دان اسيد تري كونو، الماء القاطع لاسيد كلوريدريك. دونك سي لو H لي افيك le Cl le chlore li ki ila tarsat hada la liaison شنو كيعطينا H plus Cl moins. علاش ما عطاناش H moins Cl plus؟ لان le chlore qui exerce effet inductif attracteur donc li ki a fait qui وقع qui ضعف هاد لا ليزون هادي، دونك كي اوغمونتي هاد لا ليزون كتولي تري تري بولاريزي. شناهي بولاريزي؟ جي من بول قطب، بول سالب عند ليليمون كي اتير لي زيلكترون، و بول موجب دلتا بلس سور ليليمون كي بيرد لي زيلكترون، وبالتالي الى تهرست لا ليزون غادي تعطينا اش بلس plus Cl moins. Donc pourquoi le HCl est un acide? Parce que c'est une espèce capable de libérer facilement le proton H+. Donc pour comparer l'acidité de ces quatre composés, il faut comparer la force de la liaison OH. Donc il y a un rapport OH fort. C'est ce qui fait que le H ne peut pas se faire facilement. وبالتالي الحمضية
تنقص لاسيديتي دو ميني. فوقاش كترتفع لاسيديتي؟ لاسيديتي قلنا هي القدره على تحرير بروتون اش بلس. فوقاش ليليمون يقدر يحرر بروتون اش بلس؟ الا كانت هاد الرابطه هادي ضعيفه، يعني سهل باش يتلاح هاد الاش بلس. دونك حنا نعطيو واحد الاكزومبل من الحياه اليوميه ديالنا. دونك خليو علينا هاد لي زوكسيجين وهاد الكربون وهاد التخربيق، ما شفناهمش ما قصناهمش بيدينا. دونك نحاولوا نديروا اسقاط على الحياه اليوميه ونخلقوا واحد النوع من الايماجيناسيون جوستومون بور فيكسي لي زيدي بور فاليدي، باش تقول لك الميمه الله يرضي عليك وليدي. دونك غادي نتخيلوا ان هاد او هي الشركه دلونيب، المكتب الوطني الصالح للشرب، داكوغ. دونك هي الشركه دلونيب، خدام عندها واحد السيد سميتو حميد، هو اش، داكوغ. دونك هاد حميد فوقاش غيكون مرتاح مع فلونيب؟ الا كان لونيب ما كيدمرش عليه، داكوغ، ما كيحرتش عليه وكيخلصو مزيان، داكوغ. دونك هنا غيقرر يبقى. ودونك حميد الا قرر يبقى مع الاكسجين، اش يوقع للحمضيه؟ كتنقص، داكوغ، لان الحمضيه هي مرتبطه بحميد. دونك الا جرات لونيب على حميد، ولا حميد خرج من الشركه استقل منها، هذه هي اللي كتسمى الحموضه، اللي ولات في زماننا موضه. دونك عندنا هنايا او اش، دونك لونيب خدام عنده حميد، داكوغ. هاد لونيب هذا اي شركه كما كتعرفوا الا عندها واحد الممولين. دونك شكون هما الممولين؟ هما لي سي اش 3، و لي سي اش 3 توجور بار ديفينيسيون كي اكزيرسيو افي دونور. دونك نتخيلوا حنايا ان هاد الالكترونات عطاء الالكترونات هما الفلوس، لان الفلوس شي حاجه اللي عزيزه علينا وكنقيسوهم بيدينا. دونك هذا غيولي شبعان العاقه، غيعطي الخوه، هذا غيولي يعطي الاكسجين. دونك الاكسجين غيتلعق في هذه الحاله هذه، وبالتالي حميد، دونك لونيب، اسمحوا لي، لونيب غتولي لاباس عليها، دونك ما غتفكرش تجري على الخدام حميد، داكوغ. دونك باغ كونتر في دوزيام اكزومبل شنو عندنا؟ دونك هنا عندنا ان اف سي اش 3 كيعطي لاشين كربوني. هنا شنو عندنا؟ ابراهيم كياخذ من لاشين كربوني. علاش كياخذ؟ لان الالكترونيكاتيفيتي ديال ابراهيم، البروم، كبر من ديال سي اش 2، داكوغ. دونك بي ار فا اتيغي لي زيليكترون فيغ لوي، لانه اليمون بلوز الكترونيكاتيف. دونك هاد ليليمون هذا غيولي بوفر اون الكترون، شي كيشفر شي كيسميها فشي، شي كيلصقها فشي. دونك هذا غادي ياخذ منه، والكربون عاوتاني هنا غيولي بوفر اون الكترون، غادي ياخذ من الاكسجين. دونك اش وقع هنايا؟ دونك هذا لونيب، وهذا نسميوه لو سي بي. دونك لونيب كتخلص حميد مزيان، دونك قرر انه يبقى مع لو سي بي، ما كتخلصش حميده مزيان، هذا نسميوه حميد وهذا حميده اش. دونك هنايا ما كتخلصوش مزيان، دونك سي تري فاسيل باش انه يتليبيرا. لا ميم شوز بوغ فريد. دونك هاد ابراهيم، الضريبه على لو سي بي، الضريبه كتنقص من الاموال ديال الشركه، هي العكس ديال الممول، داكوغ. دونك فريد حتى هو كياخذ دي زيليكترون، لان فريد الفليور هو ليليمون لو بلوز الكترونيكاتيف دو طابلو بيريوديك. بالتالي الا كان هذا خدا جوج ديال الاسهم، هذا غادي ياخذ ثلاثه، هذا عاوتاني شفر من هذا ثلاثه، وهذا عاوتاني شفر من هذا، فوالا كوم سا. Donc, si on veut comparer l'acidité des éléments, nous devons comparer la polarité de la liaison. Donc, à votre avis, je connais la liaison la plus polaire de les trois. Donc, l'acide et l'effet de l'ordre sont moins polaires. Donc, moins polaire, c'est-à-dire moins acide. L'OH, c'est plus polaire, c'est-à-dire plus acide. Donc voilà. دونك دابا الا بغينا نديرو ان كومباريزون د لاسيديتي ا سو نيفو لا، دونك بين هاد جوج شكون هو ليليمون لو بلوز اسيد؟ دونك لو بلوز اسيد سي تادير لو بلو كابابل دو دوني ان بروتون اش بلوس، دو ليبيري ان بروتون اش بلوس. دونك شكون هو ليليمون لو بلو كابابل دو ليبيري ان بروتون اش بلوس؟ واش هذا ولا هذا؟ دونك قلنا فين حميد مرتاح، واش في لونيب ولا في لو سي بي؟ بيان سور غيكون مرتاح في لونيب، وبالتالي لاسيديتي ديميني. دونك سو كومبوزي لا اي موان اسيد كو سو كومبوزي لا، سو كومبوزي لا اي بلوز اسيد كو سو كومبوزي لا. دابا نشوفو هاد لو كومبوزي هذا. دونك عندنا ابراهيم وعندنا فريد، قلنا فريد
كياخد كتار من ابراهيم، لان ديك التويشيه اللي حفظتو في الطابلو بيريوديك ديال فك البريات، دونك فك البريات، دونك هذا بلوز الكترو نيجاتيف، دونك لو فليور بلوز الكترو نيجاتيف كو لو كلور، بلوز الكترو نيجاتيف كو لو بروم، بلوز الكترو نيجاتيف كو ليود. دونك دون سو كالا le fluor va exercer un effet attracteur plus fort que l'effet attracteur exercé par le brome. Et donc, fin raikoun mertah Hamid, wach and Farid ou l'and Ibrahim. Bien sûr, raikoun mertah and Ibrahim, li and Ibrahim ki khdem nou chwiya. Par contre, Farid ki khdem nou tlata. Donc, chkoun wa le plus acide fado, le plus acide toujours, c'est l'espèce capable de donner un proton H+. Donc, l'élément le plus acide, c'est celui-là. Car cette liaison est plus polaire grâce aux effets attracteurs exercés par le fluor. Par contre, ici, le brome est moins électronégatif, donc il va exercer un effet attracteur plus faible que l'effet exercé par le fluor. Nous sommes les derniers composés, donc nous avons CH3, toujours les CH3, donc là, c'est-à-dire l'hydrogénate, qui montre la richesse électronique, donc il va exercer un effet donneur sur ce carbone. Ce carbone-là, il va exercer un effet donneur, ou t'allez. وبالتالي حميده غادي يلقى راحته مع هذا الاكسجين لانه كاين واحد الممول. دونك الا بغينا نقارنوا فين حميده غيكون مرتاح، حميده تعرضت عليها الخدمه في جوج شركات فوق في لونيب مثلا وفي لو سي بي، فين غادي يختار؟ اكيد غادي يختار الشركه اللي عندها بزاف الممولين. دونك هنا عندنا واحد جوج تبارك الله جوج ديال الممولين، وزيد عليهم ادخونا هذا الثالث. باغ كونطخ هنا عندنا ان سول ممول، وبالتالي فين لاقي اش حميده راحته؟ لاقيها عند هذا. دونك شكون هو لو بلوز اسيد اونتر سي دو؟ فوالا تري بيان. دونك لو بلوز اسيد سي سو كومبوزي لا، كار لا ليزون ايسي اي بلو بولير كو لا ليزون ايسي، كار اش ايسي اي بلو، دونك كار اش ايسي اي بلو ستابل كو ليدروجين ايسي. دونك بلو ليدروجين اي موان ستابل، بلو انه كيفكر يخرج من ديك لا موليكول باش يقلب على الاستقرار ديالو. دونك اش كيوقع ملي كيخرج من لا موليكول؟ لاسيديتي كترتفع. دونك وهكا نكونو سالينا هاد ليكزيرسيس هذا. بقى لنا دابا نجمعو الاسئله ديالنا. دونك هذا نسميوه ا، وهذا نسميوه بي، وهذا سي، وهذا دي. دونك هنايا في السؤال ردوا البال بار فورس ديكروسون، d'accord, décroissante, c'est-à-dire من الكبير للصغير، من le plus acide le moins acide، من l'acide fort. دونك ندير واحد اللعيبه هكا، هنايا غادي يكون l'acide fort وهنايا l'acide faible. دونك dans ce sens l'acidité diminue. دونك شكون هو اللي غادي ياخد le plus acide؟ bien sûr ولي عند فريد، d'accord. donc c'est le composé C. شكون اللي تابعو؟ تابعو bien sûr B ابراهيم. شكون اللي تابعو ثاني في الاسيديتي؟ donc A B C، هذا هو D. donc تابعو D، و الاسيد le plus faible هو A، d'accord. دونك سي بي تي ا. توجور نعاود نذكر بها، الا كان عندكم شي سؤال خليوه في نوتخ باج شيمي دو بارطاج، ولا يوفقكم كاملين ان شاء الله تفاليديو بمونسيون. دونك ندوزو للسؤال الثاني. كيسيون 2. دونك شنو قالنا في لا كيسيون 2؟ Comparer l'acidité des produits ci-dessous et les classer par ordre de force décroissante. Donc, je connais le plus acide fait les quatre. Donc, toujours, pour comparer l'acidité, il faut comparer la force de la liaison au H. Donc, à l'âge, de la comparaison, elle a les effets électroniques inductifs ou bien mésomères. Donc, inductif. كما عرفتها في الفيديو الاول في لاشين يوتيوب، كما عرفتها بالقضيه ديال لي ليزون سامبل سيغما، ميزومير كيكون في لي ليزون ملي كيكون عندنا ان سيستيم كونجيكي سوا ان سيغما بي او بيان
pi, sigma pi. D'accord? Alors, pour comparer l'acidité, tout simplement, il faut préciser les différentes formes limites. Donc, d'abord, ce n'est pas la même chose. Donc, باش نعرفو باش نكومباريو لاسيديتي دونك نشوفو واش افي اندكتيف ولا ميزومير. دونك عندنا ان سيستيم ان سيغما بي وقلنا سيستيم ان سيغما بي كيما عرفناه في قبيله. دونك قلنا سيستيم ان سيغما بي كيكون فيه دونور افيك دوبل فلاش. دونك تو سامبلومون ici nous aurons un effet donneur avec double flèche. On a donc voilà. Donc d'abord, on va comprendre le principe de déplacement des électrons. D'accord? Donc, on va dire la ibara de tahna. Comme ça, c'est très important de montrer les charges électroniques. Il ainsi sur les charges électroniques que le chiffre obtient 0. Donc, OH. Les charges électroniques, on a les qui montrent on a les sites riches en électrons et les sites pauvres en électrons. Donc, voilà. Ici, nous avons un déplacement. Voilà. Comme ça. Donc, toujours quand je suis طريقة وهذا الفينول هذا راه ديجا درت عليه فيديو في لاشين. دونك اش بلس كومسا. هادي فوالا. Voilà, donc je vais une forme limite finalement. Donc le OH exerce un effet plus M. Pourquoi plus M? C'est un donneur parce que lorsque l'oxygène donne des électrons, il sera chargé positivement. Donc je n'ai pas l'effet plus M ou l'acidité. Je n'ai pas l'effet plus M. Donc l'acidité, elle dépend de l'acide. De la densité électronique au niveau de l'oxygène. Plus l'oxygène est riche en électrons, plus la capacité de libérer le proton H+ diminue. L'inverse, ça va se faire. Donc, plus l'oxygène est pauvre en électrons, plus la capacité de libérer le proton H+ augmente et donc l'acidité augmente. Donc il a les formes limites kamlin. L'oxygène, chaque mra ben fait la charge plus. Donc la charge positive apparaît dans trois formes limites, donc dans la forme 2 et 3 et 4, ce qui montre que l'oxygène est pauvre en électrons. Donc il va essayer d'attirer la liaison de l'hydrogène et de libérer le proton H+. D'accord? Donc, il y a la réaction acido-basique. Donc, il y a la liaison de l'électron de H qui libère le proton H+. Donc, il y a le phénol a une propriété acide très importante. Par contre, le deuxième composé, les wada. Donc ici nous avons une double liaison H comme ça. Donc je n'aurai aucun effet. Donc à la conjugaison, c'est très important. Donc un n pi sigma, donc un n sigma, désolé, n sigma pi. Donc tu ici à dire de tahana. وغادي هاد لهنا هنا وغنلقاو هاد لا فورم هذا. دونك هادي
comme ça. Allez, OH plus. Voilà, donc je vais forme. Donc, je vais prendre la forme. Ce qui explique les propriétés acides qui les huma moins importantes que le premier. Donc on a trois. Donc trois de les charges plus qui vaut une charge plus. Donc بحال اللي قلتو هذا كتسلو 3 د المليون لحقاش فقد الكترون وهذا كيتسلو غير مليون. داكوغ. دونك هذا اللي كتسلو 3 المليون غادي يجري على اكبر عدد من الخدامه اللي هما اش, وبالتالي لاسيديتي كترتفع. باركونت هذا اللي كتسلو غير مليون غادي يجري على خدام واحد. سو كي اكسبليك كو لو كومبوزي 1 اي بلوز اسيد كو لو كومبوزي 2. تري بيان. دونك فوالا ندوزو لو كومبوزي 3. سي تري فاسيل. دونك فوالا او اش. Donc la première étape, c'est de déterminer le type de système. Donc ici, nous avons N, sigma, sigma, ou sigma en algia. Donc pas de système, N, système. Une fois que je vois sigma, sigma ou la pipi, pas de système. D'accord. Donc sigma, sigma implique pas de système. D'accord. Donc pas de système. Ou le déplacement des électrons dans les liaisons simples, la diosama bel effet inductif attracteur. Alors attracteur, l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. On a attracteur. Donc nous allons l'oxygène qui est là, d'accord, l'effet donneur. Qui augmente le catéphale électronique, la densité électronique au niveau de l'oxygène. Donc l'oxygène sera incapable de céder, de libérer le proton H+. Et par conséquent, l'acidité va diminuer. D'accord. La même chose pour le dernier exemple. Donc comme ça. OH. Donc c'est la même chose. La cycle, donc pas de conjugaison, nous avons N, sigma, sigma, ce qui explique l'absence de la conjugaison. Donc nous aurons un déplacement vers l'oxygène. Donc voilà, donc l'oxygène dans ce cas-là est très riche en électrons. Donc l'hydrogène, radicaux stable, mais donc l'oxygène incapable de libérer pourtant un H+, ce qui explique que, donc je connais le plus acide faire les deux. Je joue qui retourne l'effet donneur, ce qui explique que l'acidité est presque égale. D'accord. Donc, on a la même acidité. Ou bien, on a l'acidité décroissante qui m'a donné la question. Donc, on a dit que l'acidité est décroissante. Voilà. Donc, décroissante, l'acide le plus fort, l'acide le plus faible. Donc, on a l'acidité A. J'ai un smur P, un smur C et T. Donc je connais l'élément le plus acide, c'est A. Je connais le savoir de type, c'est P. Voilà, je connais le savoir de type. Donc je suis vraiment désolé. Ici nous avons, voilà, donc A, B, C. Voilà, donc il a l'actionnaire en irlut. Donc Adam ou Adam P. Voilà, donc A, savoir P. Je connais ça, C et D, ils ont la même acidité. Donc C, ils ont la, presque la même acidité. Voilà. Donc je n'ai pas le cholassa. Le cholassa, les effets électroniques donneur, est-ce qu'il y a l'acidité? Diminue l'acidité. Les effets électroniques attracteurs
اوغمونت لاسيديتي. وهنا ردوا البال الله يجازيكم يكون بخير، ما نبغيكمش توقعوا في واحد الخطأ اللي ديجا انا وقعت فيه. دونك فاش كنقولوا لي زيفي الكترونيك دونور، لمن ديك لاطوم اللي لاصق فيها اش، ردوا البال. لحقاش الا كانت لاطوم عندها كتاخد كاين عندها واحد لي في دونور كيعطيها، اش كيدير ليها؟ كيغنيها، دونك ما غتفرطش في اش. باغ كونطخ الا كان واحد العنصر لاصق في ديك لاطوم اللي فيها اش، كياخد منها دونك كيفقرها، وبالتالي غادي تجري على اش. وهكا نكونوا سالينا لا كيستيون 2 وندوزو لا كيستيون 3. وتوجو نعاود نفكركم الا كان عندكم شي سؤال، ما تنساوش تزورونا في نوتخ باج شيمي دو بارتاج. ندوزو لا كيستيون 3. عرفتو شحال في الساعة دابا ياك؟ هادي يا سيادنا الربعة، الربعة ديال الصباح. دونك أنا درت نوي بلونش باش نبارطاجي معكم داكشي اللي تعلمت. دونك حتى نتوما نتمنى منكم ديرو دي نوي بلونش، داكوغ؟ دي نوي بلونش، لأن الخدمة الليل زوينة. دونك إلا كان في المستطاع، دونك انا درت نوي بلونش باش نبارطاجي معكم داكشي اللي تعلمت. ثم ديروا نوي بلونش باش تفرحوني في ليكزامان، كونوا على يقين ان اي طالب فاليدا بنقطه مزيانه غادي نفرح. وهذا هو اعظم خلاص في الحياه، هو انك تكون ساهمتي ولو بجزء قليل، بارطاجيتي. ما كنقولوش عطيتي، كاين فرق بين عطا وبارطاجا. انا جوستومون كنبارطاجي، ما كنعطيش. فوقاش نقول كنعطي لو كان انا اللي سمعت هادشي؟ انا جوستومون تعلمت وكنقل لكم داكشي اللي تعلمت، تو سامبلومون. Je suis étudiant comme vous. Donc, nous avons la question 3. Justifier. Donc, voilà la question 3. Finalement, justifier au moyen de la mésomérie la basicité de l'aniline par rapport aux amines aliphatiques suivantes. Voilà. Donc, on a la tête les amines. La tête les amines. دونك لامين الاول لاصقين فيه شحال من هيدروجين؟ لاصق فيه جوج ديال لي اش و ان سي اش 3. لو دوزيام لاصق فيه ان اش اي دو سي اش 3. لو تخوازيام لاصقين فيه 3 سي اش 3. دونك هذا كيتسمى امين بريمير فيه ان سول الكيل، هذا كيتسمى سكوندير فيه دو الكيل، وهذا كيتسمى تيرسيير. داكوغ؟ دونك دابا شكون هو ليليمون لو بلو، علاش عطيتكم هاد السميات؟ لانه بارفوا في ليكزامان كيعطيكم هاد السميات. دونك هذا امين بريمير، علاش بريمير؟ لان فيه واحد ديال سي اش 3. هذا كيتسمى سكوندير، يقدر في ليكزامان يحط لكم هاد السميات وما يعطيكم نتوما ترسموا هاد اللعيبات هادو. هذا كيتسمى تيرسيير، سيتادير لاصقين فيه ثلاثة. دونك هنايا طلب منا في السؤال نديرو مقارنة ديال لابازيسيتي. شنو هي لابازيسيتي؟ لابازيسيتي هي القاعدة القاعدية. هاد القاعدية كنا تعرفنا عليها في البكالوريا. القاعدة حسب برونشتشد هو كل عنصر كيميائي قادر على اكتساب بروتون H+. دونك لا باز سي ان اسبيس شيميك كابابل دو كابتي ان بروتون H+. داكوغ؟ دونك كابابل دو كابتي ان بروتون H+. دونك ملي كنقولو واحد شي واحد حامض، حامض اسيد، دونك هاد الحامض اش كيدير؟ كيفقد الاصدقاء ديالو، دوك الاصدقاء هما اش بلس. باغ كونطخ الا قلنا بازيك مبازي، دونك مبازي السيد مبازي تبارك الله مثلا في القرايه، دونك هذا كتلقى عنده الاصدقاء بزاف لانه كيفيد وكيستافد. فوالا، دونك هكا كنديرو الاسقاط ديال القرايه على الحياه ديالنا اليوميه باش كنضفيو واحد النوع من المتعه على القرايه، وكنفيكسيو لي زيدي بطريقه جد جد سهله. دونك بور كومباري لا بازيسيتي اونتر سي 3 زامين، il faut comparer
Quoi? Il faut comparer la densité électronique de l'azote. D'accord? Il faut comparer la densité électronique. Je connais l'azote, le plus riche en électrons. Donc, donc, on a trois équipes. D'accord? Donc, maintenant, مع النظرير مع حميد داكوغ دونك اش بليس وتحية لكل طالب سميتو حميد دونك هنايا عندنا هاد اللعاب هذا اش بليس عرضوا عليه ثلاثة ديال لي زيكيب انه يلعب معاهم ليكيب ان ليكيب دو ليكيب دونك قلنا فاش لا كاباسيتي القدرة ديال ليكيب على ضم اللاعب على اكتساب بروتون اش بليس هي اللي كتسمى القاعدية لا بازيسيتي. Donc l'élément le plus basique fait cette lettre, on voit le plus capable de capter de capter le proton H+. Donc pour comparer la basicité, il faut comparer la richesse électronique. Donc je connais le farek l'rani fait lettre. D'accord? Il faut comparer alors, il faut comparer la densité électronique, c'est-à-dire la capacité d'acheter un joueur. D'accord, la capacité d'acheter ce joueur-là. Donc, toujours, je peux comparer l'acidité ou la basicité quand ça annule les effets électroniques. Donc, ici, je vais vous donner un donneur ou un mésomère ou un inductif. N sigma, pas de système. Donc, c'est un effet inductif. Donc, pour comparer, donc pour déterminer le type d'effet, je donne ou bien un tracteur. Donc, nous devons comparer l'électronégativité de l'azote avec celle du carbone. Donc, c'est l'AsqMaN. Donc, ce qu'on voit le plus électronégatif, donc l'ibibknofen. Donc, l'ibibknofen. Donc, N est plus électronégatif, donc il va attirer les doubles électroniques. Donc, voilà, donc comme ça, Adar a dit attirer. Les hydrogènes exercent un effet moins faible que CH3. Ici, nous avons deux CH3 qui exercent un effet donneur plus fort. D'accord? Par contre, le H exerce un effet plus faible. Donc ici, plus fort, plus fort, plus fort. Donc, on a l'assomme le flux. Donc, je connais l'azote, donc, Ada qui est mon autre là, c'est-à-dire les CH3. Par contre, Ada juge. Donc, chez la semaine tertiaire, c'est-à-dire un autre là, c'est-à-dire le moment où il est. Ada un deux juge le moment où il est. Ou Ada un deux moment où il est. Donc, celui-là, donc je connais les. Donc, automatiquement, c'est Hamid. Radi Khtar, le Farek, le Radi Khtar, le Sanzian, ou Abit Salih, Radi Khtar, Ada. Tarajal Oula, on a été au Wahd. C'est-à-dire l'élément le plus basique. Je connais Radi Khtar, Tarajal Tani, Ada, on a été au 2. Le dernier en atteint 3. La comparaison de l'acidité, de la basicité, le quadra électrique de protonate H+. Donc, on a voilà, justifié. Donc, on dirait, comme l'habitude, le plus fort, la base la plus forte, la base le plus faible. Donc, on se met A, B. C'est donc la base la plus forte, il y a C. Donc, nous allons revenir sur ce qu'il nous a dit. Ces trois hado, ces trois hado, nous allons faire une comparaison avec l'aniline. Et l'aniline déjà donné les, ça a donné ça. Déjà donné les formes limites d'hado. Donc, voilà, déjà donné les formes limites d'hado. Je nous calme l'hado, les formes limites de l'aniline. Les formes limites de l'aniline. عندنا هنا بلوس هنا بلوس هنا بلوس دونك اش غيوقع على بازيسيتي غترتفع ولا غتنخفض باش نجاوبوا على هذا السؤال غادي نقول لكم واحد المثال من الحياه اليوميه اللي وقع لي نيت هذا النهار هذا قبل ما نشعل الكاميرا جيت نركبها وما بغاش تشعل عرفتوا علاش ما بغاش تشعل محيت فاش ركبت لها الباتري درت البلوس مع البلوس دونك البلوس مع البلوس كتعني الكود سيركوي دونك لوسك لانيلين عندو ان شارج اللي هي بوزيتيف و لو اش بلوس عندو ان شارج بوزيتيف واش كابابل دونك البلوس مع البلوس راه غيوقع
تنافر. دونك غادي تبعدوا داكوغ. دونك تنافر. دونك لورسك لازوت possède une charge positive, ceci explique que ce dernier est incapable de capter un proton H+. Autrement dit, plus donc elle n'a plus la richesse électronique au niveau de l'azote augmente, au niveau de l'équipe augmente, plus la capacité d'acheter un joueur augmente. Ici, nous avons une charge positive qui représente la pauvreté électronique. Donc, notre équipe est pauvre. Elle est incapable d'acheter un proton H+. Et par conséquence, l'aniline NH2 est moins basique que l'amine primaire, moins basique que celui-là, secondaire, est moins basique. Et donc, l'aniline se trouve dans le dernier. Donc, dans ce sens-là, la basicité diminue. C'est-à-dire que l'élément le plus basique, donc de basicité, donc l'élément le plus basique où est C, ça veut P, ça veut A, je ne sais pas, l'aniline, j'ai Ferrotsba. النهائية لأنها فيه شحنة موجبة تعبر عن الفقر الإلكتروني وبالتالي ضعف القدرة على اكتساب بروتون H+. دونك هكذا نكون سالينا ليكزيرسيس 2. ندوزو على بركة الله ليكزيرسيس 3. شربت كيكا باش نصحى شوية راه الليل هذا والنعاس محمقني. ومن أراد العلا سهر الليالي ومن أراد العلا بغير كد أضاع العمر في طلب المحال. مشكلتنا حنا الطلبة كنقولو خصنا نفاليديو وما كنقولوش خصنا نقراو. كومي كنقولو خصنا نفاليديو كنبقاو نحلمو كنضيعو في الحلم وفي التالي كنصطدمو بالواقع. دونك اولي باش نقول خصني نفاليدي بالنقطة الفلانية مونسيون خصني ندير الخدمة ديال المونسيون وبالتالي النتيجة إلا درتي السبب اوتوماتيكمون النتيجة غادي تلقاها كما تمنيتيها. دونك ندوزو من ليكزيرسيس 3. ليكزيرسيس 3 قالك اكخير لي فورم ليميت دو ريزونونس دو بيرول. فوالا دونك البيرول هو هاد لا موليكول هادي دونك نحاولو نحددو لها لي فورم ليميت ديالها. دونك ليكزيرسيس 3 دابا جو بونس راكم تادابتيتو هانا. دونك هاد لي زيفير خصكم تخدمو فيهم لو ماكسيموم دي زيكزيرسيس باش تولفو تعملو مع لي زيكزيرسيس وتربحو الوقت لي زيكزامان. Donc, toujours la première étape pour déterminer les formes limites, c'est de déterminer le type de conjugaison. Ici, nous avons un doublé non liant qui s'appelle N sigma pi. Donc, automatiquement, nous avons un système N sigma pi. Et toujours le système N sigma pi, c'est un système qui suit un système qui a l'effet donneur. C'est-à-dire, ce doublé va être soit à droite, soit à gauche, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que la molécule est symétrique. Donc, soit l'IHBCOM, et imma l'IAMIN, et imma chimal. D'accord? Donc, nous deux autres, donc le premier. Donc, on a toujours le donneur, c'est un déplacement avec deux flèches. Pourquoi? Parce que la salle taxi est incapable de porter 5 personnes. Voilà, donc comme ça. Le premier, donc l'azote FQD. تبان فيه شحنة موجبة هنايا اش فوالا دونك من بعد هاد اللعيبة هادي دونك هانتوما شتو بليا مازال كنستعمل الألوان أنا راه خصني نربح الوقت والنعاس محمقني. دونك هادي غادي تجي لهنا كومسا ان بلوس
Donc voilà. Donc elle a l'azote ata. Donc c'est un effet plus M ata la chaîne carbonée, donc c'est un effet bonheur plus M لأن الأزوت فاش كيعطي الذرة عندما تعطي تشحن بشحنة موجبة. كذلك الإنسان عندما يعطي ملي كيجعل حياته بالعطاء كيكون كيفكر كيتشحن بطاقة اللي هي إيجابية. دونك شنو خاصنا نديرو عاوتاني؟ هادي غادي طيح هنا الأزوت سو تخوف وهنا يردو البال. دونك هنا غادي نلقاو ان سيستيم دو تيب دونك سيغما orbital vacante pi qui représente, donc dans ce cas-là il va tomber ici, l'azote est incapable de former 5 liaisons, donc nous aurons un deuxième tour. Donc l'azote est le carbone incapable de former 5 liaisons, donc ورطوا البال لهاد القضية الله يجازيكم بخير. شخصيا من التجربة ديالي راني عانيت معاها بزاف. دونك هنا هادي موان دونك اش هادي رجعت لهناك. دونك فوالا هادي غتعاود دي بلاصة هنا هادي دي بلاصة هنا. دونك كون سا ان H هنا بليس. في النهاية عادت حليمة إلى عادتها القديمة وبالتالي غنطيحو في la forme initiale comme ça. Voilà NH. دونك امتى كنوقفو؟ ملي كنطيحو في لا فورم انيسيال. دونك جا عندك هنايا وقال لك واحد السؤال باش يبين لك ليتيليتي لي زابليكاسيون فين كيتطبقوا هادشي. دونك حنا درنا لو لي فورم ليميتوم. من بعد شنو قال لك اسيدي؟ لو بيرول بوسيتيل دي بروبريتي بازيك. قال لك هاد البيرول واش عندو بروبريتي بازيك؟ سي كوا اون بروبريتي بازيك؟ سيتادير واش عندو القدره على شراء العاب، عند القدرة على اكتساب بروتون H بلس. دونك دون سو كالا بور ديتيرميني لي بروبريتي بازيك دو بيرول il faut كومباري. دونك il faut ديتيرميني لا ريشيس او بيان لا بوفرتي. دونك نشوفو هنايا il faut observer. دونك هنايا عندنا لازوت بوسيد اون شارج بوزيتيف qui représente la pauvreté électronique. Donc l'azote se trouve dans une situation incapable d'acheter un joueur, incapable de capter un proton H+, et donc les propriétés basiques sont presque nulles. Pourquoi? Parce que le H est chargé positivement, l'azote est chargé positivement. Il est d'accord. Donc il a la quinelle plus mais plus à chaque déoca. Nous voulons comment chaque déoca. Nauda, elle est déoca. Quatre fois do. D'accord. Donc l'azote est incapable de capter un proton H+. Donc les. Donc je ne reste plus rien. Donc on fait les comme je ne sais pas. Je ne peux plus y être loxe. Donc le pyrrole possède-t-il des propriétés basiques? Donc le pyrrole ne possède pas des propriétés basiques. Pourquoi? Parce que il est chargé positivement, donc il est pauvre en électrons, donc il est incapable de capter un proton. D'accord? Donc le pyrrole possède-t-il des propriétés basiques? Non, car il est chargé positivement dans les formes limites 2 et 3 et 4 et 5, donc il est incapable de capter un proton H+, et par conséquence la basicité du minier. Par contre le pyrrole a dit la prise de zidoha possède des propriétés acides, LH acide.
علاش اسيد؟ هادي جوستومون كاضافه علاش اسيد؟ دونك لاحظوا فقير غادي يحاول يجري على خونا هذا. دونك عنده دي بروبريتي اسيد، سيتادير لا كاباسيتي دو ليبيري ان بروتون H+. دونك ندوزو ليكزيرسيس الاخر. Exercice 4. Écrire les différentes formes limites, les différentes formes mésomères limites des ions et molécules suivantes. Donc voilà, donc la première. Je pense d'abord faire un tour le principe, s'il vous plaît. Aïe exemple un conflit cordial s'nagé. Attrape-moi. Bah je t'arrête. L'habitude. شوف الفوق كنتو كتعقلوا في التمارين ديال الكتاب الفيزيكو ديال المات ديال الباك كتلقى تمارين توليفيه سي طارير كيولفوا لك تعامل مع المشاكل باش تلقى الحلول. وقداش الطالب ما ولف يتعامل مع التمارين قداش ما كتكون عنده القدره انه يجاوب بسرعه في ليكزام ويربح الوقت ويجيب دي بون نوت. دونك لا فاك ما بغاتكش تكون ذكي، بغاتك تكون ولاف وحفاظ. ولكن المطور الحقيقي هو اللي كيفهم ويحفظ في نفس الوقت. دونك نشوفوا هاد لو كومبوزي ا. دونك ليليمون ا قالك اكخير لي ديفيرون فورم ميزومير ليميت دي زيون اي موليكول سويفون. Donc toujours la première étape, c'est de déterminer le type de système. Donc ici, nous avons des électrons de type. Donc c'est un électron non liant, puis sigma, puis pi. Donc il s'agit tout simplement d'un système n sigma pi. Ou bien le système n sigma pi, c'est un système donneur. D'accord. Donc donc au donneur toujours c'est un déplacement avec deux flèches. Donc à la barre de gilena ou à kada ou à la clé ou à jeta fi la drape zahir ou tirani et une qui se rend dans le nas ou qui se rend dans le chengoul à la barre de gilena. دونك ردوا البال هنايا هادي كانت موان ياك فقدات دونك موان بلوس تولي زيرو. دونك هادي غتكون عندها نتر داكوغ هادي اكتسبات دونك كتولي عندها موان. دونك الى شفتو راسكم كدخو في الاول سيرتو شي طالب اللي مازال يلاه بدا هاد لي فورم ليميت. دونك الى شفتو راسكم كدخو عرفوا راسي نورمال. علاش؟ لانكم ما خديتوش لابيتود. دونك فوقاش ما غادي تبداو تدخلوا حتى تولفوا تخدموا اوموا واحد 10 ديال لي زيكزيرسيس غادي يجيكم هادشي عادي كما جاني انا. دونك هكا كوم سا. دونك قبل ما ننسى ننصح خوتي ياخذوا الكتاب ديال المجيدي طوم 1 سولوه راه معروف كتاب زرق كتاب رائع تخدموا فيه النومنكلاتور وهادشي فيه كلشي فيه دي زيكزيرسيس ريزولو وفيه لو بريسي ديال الكور مزيان غينفعكم حتى في اس 4 عند دمي الشكر. دونك هنايا كوم سا هادي غادي ديبلاصا ايسي. لو كاربون سو تخوف دون اون سيتياسيون انكابابل دو فورمي 5 ليزون. دونك غادي ندوزو غادي ندورو الدورة رقم جوج. دونك هادي تجي لهنا هادي هكا كوم سا. دونك اي ابخي نو زوغون هادي تجي لهنا وهادي تجي لهنا. وردو البال معايا لربما نمشي نكون غلط شي خطا. اللي شافني غلط شي خطا ولا مررت شي مغالطة كيميائية يصحى ليا ما فيها بس كلنا كنتعلمو
بعضياتنا. كم ساعة؟ هادي نجي لهنا فوقاش كنوقفو ملي كنطيحو في لا فورم انيسيال. دونك هادي ترجع لهنا هاهي اكتزلات. المهم وبالتالي حنا طحنا في لا فورم انيسيال ولقينا شحال من فورم ليميت، 6 ديال لي فورم ليميت. دونك فوالا ندوزو دابا لبي. H3C CH2 CO CH CO H CH3. Donc, on a un autre, toujours, maintenant ça aussi, les doublés. Donc ici, nous avons un système N sigma. Ici, nous avons un système pi sigma pi. Donc voilà, automatiquement, le déplacement des électrons. Donc on a le choix, soit un bidon, c'est la même chose, le même nombre de formes limites. Donc je préfère un bidon, mais trop nada. Pourquoi? Parce que l'oxygène est plus électronégatif. Donc il va essayer de telle façon, donc pi sigma pi, schnaua. Donc nous allons faire combien, mais fait la base. Donc pi sigma pi, c'est un effet attracteur. Pourquoi? Donc c'est pas la peine de faire droit. L'oxygène est plus électronégatif. Donc comme ça, nous aurons le premier forme limite. Donc H3C, CH2, CO. Voilà, donc l'oxygène gagne un électron, il va charger positivement. Le carbone perd électron, il va charger, se charger positivement. Subhanallah, le forme silicate avec le chat. Mais fait à la base, on va répéter ça, on ne le pas jouer. Donc CH3. Très bien. Donc nous avons le naoutani. Khonada, pauvre en électron. Donc, le tchfar qui haouli, et tchfar khoa. سنة الحياة اللي تدرس بها كيقلب يديرها بشي واحد اخر. دونك هذه غادي تجي لهنا كوم سا. يعني في الحقيقة هما لي زاتوم ما كيتصرفوش هكا، علاش؟ لان راه كنديرو سهم مزول في العشرين، يعني كيتقاسمو داك الثقل، ديك لا شارج نيجاتيف ولا لا شارج بوزيتيف كيتقاسموها بيناتهم. دونك فوالا هنا او موان ما فهمناكش اسيدي اش قصدتي كيتقاسموا، كيفاش كيتقاسموا؟ نرجعوا لهذا باش نفهموا. دونك الا لاحظتوا لا شارج موان كديبلاصا من قنت لقنت وكتبقى الدور، هذه هي كتسمى لا ديلوكاليزاسيون دي زيلكترون. دونك بحال اللي قلتو، حنا غاديين مثلا مشينا للسوق انا وخويا ولا انا وجوج خوات جوج خوتي، وقفة ثقيله. دونك انا كنهز شويه كنعيا كنعطيها للاخر، كيهزها شويه كيعطيها لاخر، وهكا كدور السيكل. سي لا ميم شوز ايسي. دونك في الاول كان خونا، كنت انا اللي هز القفه، فوالا عييت عطيتها لخويا الاخر هزها، فوالا. دونك من بعد خويا عيا عاوتاني عطاها لخو الاخر، وعاوتها ترجعت ليا، اي انسي دو سويت. دونك هادي هي لا نوسيون ديال، دونك جوج ديال فوقاش كتكون لاتوم ستابل. ملي كتكون نوتر، ملي كتكون شارجي كتكون انستابل، وملي كتكون نوتر كتكون. دونك ملي كتكون شارجي نيجاتيفمون انستابل، سيتادير لاباس عليها بزاف، اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده. وملي كتكون بوفر اون الكترون، سيتادير شارجي بوزيتيف، حتى هي كتكون انستابل. دونك باش نوتراليزا، دونك لا نوتراليزاسيون هي لا ستابيليتي ماكسيموم. دونك فوالا، دونك شنو غنديرو هنايا؟ فوالا، دونك عندنا هنا او موان، دونك هذا مشى من هنا، هنا كاينه او اش. دونك هذا شنو غتبان فيه؟ فقد، غتبان فيه بلوس، توجور لوكسيجين عندو جوج ديال لي دوبلي. دونك كوم سا شوية عاوتاني هذا غادي يطيح لنا هنا، وبالتالي غادي نلقاو لو ديرنيي
forme limite. C'est O. Ouais. H, donc FAD, elle est chargée positivement. CH3, donc c'est l'oxygène qui est partagé ma homme dès que la charge plus. Donc, elle dit qu'il y a un tracement, il faut que la ça. Donc, KOCNI, donc je vais la forme initiale, elle est chargée LNA. Donc, maintenant, je vais les double flèches. Donc, elle est chargée de OH. Elle est chargée de qui exerce plus M. On joue le ZL au moins, on fait exercer moins. Donc, on joue le ZL, l'effet électronique, liquide exerce à faire. Deux l'exemple l'achor. Donc, l'exemple l'achor, vous avez le Kain l'Ajib, le Mkhloq l'Ajib, qui est rendu le lait. Ma marcon t'chlou. Ça, j'ai fait un casse-là. Tout simplement, on rassemble la molécule d'Ali. Ça. Triplement lié à l'azote, on a le chlore, double, toujours un des wahed khotwat, il a tbatoum ma amarni nouhel. Donc on a le soufre, il souffre mskin qui a ni un de juge d'il mtsqlidon. Donc automatiquement, il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut raisonner par les systèmes. Ici, nous avons non-liante, L, sigma, pi. Donc automatiquement, donc d'abord, nous avons le soufre. Et on va dire, mais là, on va dire, déplacer. D'accord. Donc la forme suivante. دونك ممكن شوفوا طلبه باش ما يتخلطولكمش الامور نقول لكم الطلبه حسبني راني شاد اون فيه الطالب اسمحوا لي دونك هنا عندنا شوف سي مع ان شكون هو لو بلوز الكترونيجاتيف سي ان دونك يل با اتيري اي سي نو افون ايغالمون ان سي لا جو سوي فريمون 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 ديزولي اي سي با سيستيم بوركوا با سيستيم نو افون سولمون كو بي دونك بي sigma pi n بينما حنا كنعرفوا n sigma pi donc il y a une différence entre donc ici nous avons un système غير موجود n مجموعة بي معمرة كتكون وهنا عندنا un système اللي هو موجود بطبيعة الحال donc un système qui s'appelle n sigma pi donc automatiquement on va la conjugaison من هاد الجهه دونك هاد اللعيبه غادي تطيح هنا دونك جوستومون بور لو رابيل سي ان H plus. Donc, on va voir ce qu'on va dire. 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 SH plus voilà je donne mon rahat c'est ni mon rahat dit et dit à sa haute terre امتى نوقفوا
ملي ما نلقاوش فين نزيدو. دونك سي دونك هنا شنو غادي يوقع هنا؟ يلاه دونك هاد اللعيبه هادي الى جا سطيح هنا شنو عندنا؟ ان سيغما سيغما دونك سيستيم تانولا. دونك غادي نوقفو اسو نيفو لا، وبالتالي هذا هو لا فورم فينال. وهاد اللعيبه غادي ترجع، سمحوا لي راني نضجر بالناس، نسيت واحد لا فورم جد مهم، نسيت داك الكلور. خونا الكلور كيليميني، دونك الكلور هذا نجي في هاد الجهة وعندو ثلاثة ديال لي دوبلي، دونك تا هو عندو ان سيغما سيغما سيستيم ان اكزيستون، مكاينش داكوغ. دونك تا هنايا با ديبلاسمون، وبالتالي ديبلاسمون لا روت، دونك لا روت دو كونجيكيزون سي سولمون ا سو نيفو لا، كتبدا من اس وكتسالي في هاد الكربون هذا. داكوغ دونك كتبدا من اس، دونك لو سوفر بويسكيل شارجي positivement, donc il va exercer, donc automatiquement exercer effet plus m, un déplacement avec deux flèches. Donc on va calculer la question 1, l'exercice 4. Donc il a l'air tout le cran, c'est là, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc nous avons la deuxième question, l'exercice 4. Donc expliquez les observations suivantes. Les longueurs de la liaison NO et N doublement lié O sont respectivement. Donc nous avons trajet le mot et la schéma. Donc nous avons la série. Donc NO, Toloha, Chala Sidi, Wahd Fasila. 36 امسترونغ، شي حاجه صغيره. امسترونغ هو 10 اس ناقص 10 اس ناقص 10 متر، 10 اس ناقص 10 متر. ما كتهمناش، هذه اللي كيهمنا هو نديرو نقولو علاش هنا عندها هذا الطول وعلاش هنا عندها هذا الطول. قال لكو في الدوبل شحال كيولي الطول ديالها؟ كيولي 18 امسترونغ. دونك علاش فاش كان سامبل كان الطول ديالها 1.36 وفاش ولات دوبل علاش نقصات؟ دونك ناخذ شي مثال من الحياه اليوميه. فوالا دونك نفترضوا، دونك نعطيكم واحد المثال شي اكزامبل من الحياة اليومية. دونك تتح لي على الراس هاد لي زيكزامبل من الحياة اليومية كيجيوني على غفلة ملي كنبغي نصنعهم ما كيصدقوش. المهم ما كيهمناش، ماشي السؤال هو علاش هادي ولا علاش هادي، السؤال اللي طلب منا هو دونك قالك عطانا في المعطيات الملاحظة بينات أن الطول ديال ليزون كيساوي 1.36 والطول ديال هادي كيساوي 1.18. Donc le groupe NO2 présente deux liaisons identiques de longueur 1.21. Donc nous mettons NO2. N. Quel est l'azote de liaison? NO2. Donc l'azote qui compte 3 ليزون الى تزادت الرابعه سي تادير فقد الكترون، بالتالي غتولي عندنا هكا. قال لك سيدي شنو نلقاو؟ لقاو لازوت بريزون دو ليزون ايدونتيك، يعني هادي شحال الطول ديالها؟ 1.21، وهادي الطول ديالها 1.21 امسترونغ. يعني ان الطول ديالهم محصور بين هاد في هاد الانترفال. دونك الى لاحظتوا 1.21 جايه محصوره بين 1.36 و 1.18. لاش بغاو يوصلوا سيدي؟ هادو معطيات. قال لك سيدي ملاحظه ثانيه، اكسبليكي علاش. يلا علاش في نظركم ملي كانت سامبل كانت 1.36 وملي كانت دوبل رجعت 1.18؟ علاش؟
دونك كلك علاش سامبل 1.36 و1.18 وملي شفنا لا موليكول دو ان او 2 اللي هي هذه دونك ان او 2 لقينا فيها دونك ان او 2 عندها جوج ديال لي ريبريزونطاسيون ان سوا نديرو لهاد اللعيبه هادي ان او موان دوبل ليزون او دكوغ دونك سوا هادي سي لا ميم شوز دونك شنو كنلاحظو هنا دونك خدمو بهادي حنايا دونك قالك فسر النتائج التالية علاش هنايا ايدونتيك وملي كيكونوا متفرقين مختلفين دونك الا لاحظتوا هادو دونك هادي غتكون 1.21 وهادي 1.21 دونك شنو كنلاحظوا او نيفو دو سيت موليكول لوكسيجين دونك ici nous avons un système دونك toujours le raisonnement se fait par les effets Maisonneur donc O N O qui possède trois doublets avec une charge négative. Donc ici nous avons un système N sigma pi les wajit maro ou un système lebsev. C'est un système donneur. Donc automatiquement ce doublet se déplace ici. L'azote est incapable de former. Donc celui-là il se déplace ici. وبالتالي هنا غادي نعرف راسي طبست لها العين فاش قلت لكم هذا. هذا il n'existe pas. Donc هذا هو la forme correcte. دونك هادي تجي لهنا وهادي تجي لهنا وبالتالي غنلقاو او ان دو ليزون او بلس دونك شنو غنستنتجو في هاد الجوج لاحظوا راه شي كيتم بسرعه اللي هي جد جد هائله لديك لوكاليزاسيون دي زيليكترون دونك مره كطيح هنا باق باق كيتناوبو دونك طيح هادي هنا طلع هادي لهنا عاوتاني طيح هادي هنا طلع هادي لهنا وحنا طحنا في لا فورم انيسيال اي انسي دو سويت هنا ردوا البال راني زلقت واحد الزلقه كبيره ما بغيكمش تزلقوها هذا شنو كانت عنده موان فقد تولي عنده بلوس تولي عنده بلوس فقد موان بلوس غتولي زيرو هنا ما كاينش صافي دونك يلا لاحظوا انطلاقا من لي فورم ليميت قولوا لي علاش لي ليزون في ان او 2 سون ايدونتيك علاش 1.21 و1.20 دابا عاد غادي نفهموا السؤال مزيان قال لك اسيدي ملي كنحسبوا الطول ديال لي ليزون في لا موليكول مجموعه كنلقاو دي فالور ياك اسيدي كنلقاو 1.21 هنا و1.21 هنا كي داروا لها وملي كنحسبوا الطول ديال لي ليزون في لا موليكول مفرقه ان او و ان دوبلومون لي افيك او كنلقاو وحده فيها 1.36 وحده فيها 1.18 فسر النتائج علاش ملي كنفرقوهم كنلقاو واحد الطول وملي كنجمعوهم كنلقاو طول اخر دونك تو سامبلومون لي زيفي ميزومير لا ديلوكاليزاسيون دي زيليكترون اكسبليك بوركوا لا لونغور دي ليزون اي ايدونتيك علاش ايدونتيك دونك لانه بارفوا دونك الا لاحظتوا مره كتلعب الدوبل مره كتلعب الدور ديال دونك بحال قلتي محصوره بين الدوبل والسامبل فهمتوني محصوره بين السامبل والدوبل سيتادير بين 1.36 و1.18 اللي هي 1.21 داكوغ وبالتالي علاش ايدونتيك L'explication se fait seulement par la forme de résonance. Donc, on a delta moins, la forme de résonance aura une autre traque de l'électron. Donc, ceci explique que les liaisons sont identiques. Par contre, lorsqu'on a fait la molécule, on a fait différent. Donc, la question est فاش كتكون دوبل ليزون كتكون قصيره وفاش كتكون سامبل ليزون اول جواب غنجاوبكم به هو التي بي الا لاحظتوا لي دوبل ليزون قصار فاش خدمتوا التي بي ديال الاورغانيك وقصار والاخرين طوال هذا الجواب واخا ماشي اي جواب المهم جواب تقديمي دونك باش نفهموا هذه القضيه هذه مزيان ديال علاش لي دوبل ليزون قصار وعلاش لي ليزون سامبل طوال
دونك ما عندنا الا طريقه واحده وهي نغبريزونتيو لا موليكول في لو كا دون ليزون سامبل. دونك في لو كا دون ليزون سامبل كيكون لو ريكوفرمون سولمون اكسيال كينجي اون ليزون سيغما. بار كونتر في لا ليزون دوبل كيكون عندنا جوج تيب دو ريكوفرمون. دونك راه كاين واحد الفيديو كيهضر على هاد لي ديفيرون تيب دو ريكوفرمون. دونك هذا دونك كيكون عندنا ان ريكوفرمون اكسيال كي سابيل سيغما سور لاكس اي ان ريكوفرمون لاتيرال. دونك هاد لو ريكوفرمون لاتيرال كي ابروشي سي اون فورس داتراكسيون دونك كي ابروشي هاد لي كاربون. دونك تالي لا ديستانس ديمينو. سوسي اكسبليك بوركوا لا دوبل ليزون عندها واحد لا لونغور صغير على لا سامبل ليزون. بحال قلتي دونك هنا عييت ما نتهرب من هذا المثال ما نضربوش ولا اني غنلقى راسي مضطر وكنعتذر ومعليش نقول حاشاكم لان الحمار حيوان من الحيوانات اللي خلقها الله. الحمار الا ربطتيه بكرده واحده غادي يتجبد ويزيد يبعد ولكن الا ربطتيه بجوج كردات غيقرب. دونك بحال اللي قلتو هادو مربوط فاش كتربط شي حاجه بجوج ديال الكردات ماشي بحال فاش كتربطها بكرده واحده. كرده هي القنبه ولا ما عرف اش كتسميوها نتوما. دونك بقات لنا سيدي 4 دقائق باش نكملوا ساعتين ديالنا ونساليو السيليكات. ربي دارنا البركه في الوقت ما كنتش متوقع غادي نساليها في ساعتين. دونك ندوزو سيدي لا كيستيون بي. في لا كيستيون بي سي اش 2 سي اش سي ال لا ليزون. دونك دون سي اش 2 سي اش سي ال لا ليزون سي سي اي بلو لونغ كونون لي سيلين. Voilà, 1,38 et la liaison CCL plus courte, Xera, que dans le dichloro, méthane explique, méthane expliqué, éthane expliqué les résultats suivants. Donc, nous avons dit B. Nous avons un traitement de taillette, un farco, de caïd, de farlec. C'est comme ça, CH. CH donc dans CHCl CL la liaison CC est plus longue que dans l'éthylène. Donc elle dit un d'awart face là tu me dis latine ou l'éthylène je n'ai pas l'éthylène c'est un alcène avec deux carbones. Donc, lorsque l'éthylène, quand le cas va être facile, va être latine, Armstrong. D'accord. Et la liaison CCL plus courte que dans le cas donc CCL. Chalier. Quand le cas va être facile, Tmiosti. Par contre, le cas de dichlorométhane, donc dichloro, dichlorométhane. Dichlorométhane. Donc voilà, Cl, Cl. Voilà, donc le dichlorométhane. Donc voilà, je doute là, c'est-à-dire les molécules, c'est pour les longueurs des liaisons. Donc, on a un peu de temps de CCl. Le cas où il y a un MCD, ouais, facile. Donc, on a un peu de temps. Toujours la longueur des doubles liaisons ou la longueur des simples liaisons est supérieure. Donc longueur d'une simple liaison est supérieure à la longueur d'une double liaison. قلنا ديك القضيه ديال الا ربطنا بجوج كوردات ماشي هي الا ربطناها بكورده واحده. داكوغ. دونك شنو كنلاحظوا هنايا فاش كانت القضيه فيها لا دوبل ليزون شحال كان الطول ديال سي سي ال 1.36 وفاش كانت هاد ليزون سامبل ارتفعت لا ليزون. دونك اوتوماتيكمون هادي غتكون تدخلات. علاش تدخلات؟ نعم سيدي توجور لي زيفي الكترونيك. ici nous avons un système n sigma pi ce qui explique l'effet mésomère donneur. دونك هادي كطيح هنا وهادي كتعاود تطلع لهنا وكيعاودو يرجعو. توجور لا ريبونس سي كا
grâce à l'aide des formes limites. Donc nous aurons un c moins h h ch double liaison cl avec une charge positive sur le chlore. CCL ou l'S double, ce qui explique l'H, c'est par contre, fache qu'un simple, qu'un souhait facile à t'mnioswein. D'accord? Donc, t'fsir l'iran f'srobi hachi, hua. Donc, m'li d'arna had les formes limites, quand j'y ont des l'hybride de résonance, l'équipe se représente seulement avec des liaisons simples, comme ça, ou quand j'y ont le sens. Le déplacement des électrons, la route de conjugaison par des tirés comme ça. D'accord. Donc ceci explique pourquoi la liaison dans le cas de CCL, ce composé-là, est moins longue que dans le cas parce que la liaison simple est plus longue que la liaison double. Donc, c'est grâce à la conjugaison, à la délocalisation des électrons. Par contre, dans le cas de CCL, donc CL, H, H, donc, on a un mra double, mra simple, la chèque, on a un stall. Par contre, on a un simple, donc, on a un stall, un stroke. Voilà, donc il y a l'explication, tu m'as rédigé la réponse, l'oslob, dit-elle-com, mais je te dérouleras comme là, la synthèse, te dérouleras comme là, en a comme tu rédigé. Haka, nous connaissons la série numéro 4, donc c'est pas la peine, tu goulou liya choukran, ou la smito, hada wajib, anani partagé, ma khouti. دونك حاولوا الله يجازيكم بخير وصيه الا فهمتي شي حاجه حاول تفهمها لخوك توجور يكون عندك ليسبري دو بارطاج ليسبري دو بارطاج هو اللي غيعطيك انسان ناجح في الحياه وما عمرك تفكر بديك العقليه ديال نقول لا ما يستحقوش قبل ما ندير هذه المبادره شحال موعد عندي قال لي لا الطلبه ما يستحقوش لا الطلبه انانيين شنو قلت لهم قلت لهم لو كان كانوا الشجر يفكروا بنفس المنطق ديالنا ما غيعطيوناش الاكسجين يتحاسبوا معنا دونك الانسان كيعطي ماشي لان الاخرين محتاجين الانسان كيعطي لانه محتاج يعطي وفلسفه العطاء العطاء اللي تعلم ليها غادي تغير ليه حياته وغيولي غيولي غيولي يستمتع بالعطاء وملي غيولي يعطي غيحس براسو كانه كياخذ خذوا مثال بسيط من الكيمياء اخوتي الطلبه باش تعرفوا باش تعرفوا القيمه ديال العطاء في الحياه دونك باش تعرفوا القيمه ديال العطاء في الحياه خوتي شوفوا الذره كتكون من نواه ياك فيها شحنه موجبه وفيها الكترون سالب ملي كتعطي الكترون سالب شنو باش كتشحن موجب وحنا في الحياه القيمه ديال الشحنه الموجبه كنقولوا هذا كيفكر ايجابيا احسن من اللي كيفكر سلبيا وحتى في الشيمي لا شارج بلس عندها قيمه اكثر من لا شارج موا عرفتوا علاش لان لا ماس ديال النويو كبار بكثير من لا ماس ديال الالكترون والنويو شارجي بوزيتيفمون لدرجه ان كتله الالكترون مهمله امام كتله النواه وبالتالي فانت عندما تعطي يا صديقي فانت تعطي القليل القليل فلا تتوهم انك تعطي الكثير هكا اخوتي نتمنى انكم تاخذوا فلسفه العطاء العطاء هو اللي غيطور التعليم ديالنا في المغرب ملي كل طالب فهم جزء فهم بارتيه يحاول يبارطاجيها مع خوتو تما العلم غادي ينهض وغتنهض وغنهض المغرب وغنمشيو لاعلى الدرجات خوتي الطلبه انا الا كان شي وصيه نوصي بكم هي حاولوا تكونوا معطائين في حياتكم وتبارطاجيو داكشي اللي فهمتو مع خوتكم الله يوفقكم والله ينجحكم والله يعطيكم ما تمنيتو وان شاء الله تفرحوا والديكم وتفرحوني حتى انا هذا ما كاين وتصبحوا على خير